دبابة مضادة لهجمات المسيرات ومحصنة بألواح فولاذية ومحمية من الألغام المغناطيسية. دي الطريقة اللي بيشتغل بها الجيش الروسي على تطوير الدبابة T-80 اللي عاد انتاجها في بداية العام الحالي مع تحديث قدرة محركاتها التوربينية من 1250 حصان إلى 1500 حصان لتصبح أسرع دبابة في العالم مع استغلال حرب أوكرانيا لاستعراض قدرات الدبابة وبث رسائل تحذير مخيفة لمن يقف في وجه T-80. خلينا نشوف الفيديو. المهتمين بالصناعات العسكرية وأخبار حرب أوكرانيا كان لهم تعليقات كتيرة على أداء الدبابة T-80. خلينا نبدأ مع علي. علي كتب: حركة برج الدبابة محدودة، وهذا يعني تقليل هامش المناورة أثناء الاشتباك البري. العدو ليس دروم بالضرورة، قد يكون جندي مسلح بقاذف محمول. ده كان تحليل من علي. كان في كمان عز كتب قال: الجيش الروسي طلع أقل من التوقعات والروس غرقوا في مستنقع أوكرانيا. وكمان كان في حساب كان علق وقال: ليست الدبابة الروسية من تتمتع بالصلابة ضد الألغام الأرضية، بل على العكس تماما، الألغام الأرضية هي الضعيفة وغالبا هي مخصصة للأفراد وليس المركبات.